جاءت القصص في القرآن حتى ننظر إلى ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أهم ما يكون فيه أن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ودين الأنبياء دين واحد. ولقد بعثنا، يعني والله لقد بعثنا في كل أمة في كل طائفة الرسول. ما هذا البعث؟ قال أن اعبدوا الله. إذن دين الأنبياء دين واحد عليهم السلام، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني ابتعدوا عن عباد الطواغيت واجعلوا عباد الطواغيت في جانب وأنتم في جانب آخر. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، موعظة للمؤمنين للمتقين. في القصص آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أن ننظر في طرق الدعوة، كيف ندعو إلى الله، كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. أخذ كل الطرق والوسائل للدعوة إلى الله، دعا هؤلاء إلى الإسلام. دين الأنبياء دين واحد، اختلفوا في بعض الشرائع، لكن في أشياء ما لا يمكن أن يختلف فيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. توحيد الله سبحانه وتعالى، الأمر بالتوحيد، النهي عن الشرك، الخبر عن الله، الأسماء والصفات، هذه لا يمكن أن تنسخ، هذه صالحة لأنها يقول في كل زمان ومكان. إذن هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حري بنا أن ندرس قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.